من القطاعات الأساسية اللي منحب نتكل عليها واللي معروفين فيها جدا عالميا القطاع السياحي بلبنان، هالقطاع يلي الكل عم بجربوا يتشاركوا لحتى يقووه يدعموه يفعلوه، وخصوصا يكون في عنا سياسة آمنة وأمن على كل المناطق اللبنانية لحتى نشجع هالقطاع إن كان سياحة داخلية أو حتى ناس اللي جايين من خارج لبنان. اليوم رح نحكي عن شو بتقدم الجامعة اللبنانية للطلاب بصعيد القطاع السياحة والفنادق مع عميد الكلية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. البروفيسور حنا معلوف، عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق. نعم. بالجامعة اللبنانية، أهلا فيكي. ثانك يو. طبعا هذا قطاع جدا نحن من يعني بلبنان بحس بقلبنا انه السياحه ما تكون دائما فاعله ودائما يكون في عنا اشخاص عم بيشتغلوا بهالقطاع. هيدا الجامعه اللبنانيه من امتين في عندها هالكليه هيدي بالتحديد؟ وبدنا نحكي اكثر معك شوي شوي، يمكن ستيب باي ستيب شو عم نقدر نفعل ونقدم بخصوص هالقطاع هيدا. الجامعه اللبنانيه فيها اول كليه للسياحه واداره الفنادق بلبنان، تأسست سنة 97، ومن وقتها لهلأ عم تشتغل الجامعة اللبنانية مثل كل كلياتها على تحديث المناهج والبرامج بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل بهالمجالات هيدي. أكيد نحن من 79، فإذا لليوم في كتير أشياء تطورت من 97 لليوم. في اشياء كثير تغيرت تطورت لبنان يعني من خلال هالطلاب، هيدول مفروض انه ينحط كمان ويكون في لهم دور فاعل. قديش السنوات امتين التسجيل يلي بحب كيف تعملوا حتى يقدروا يتسجلوا بهالكليه؟ اول شيء الكليه فيها ثلاث اختصاصات اساسيه لحد هلا. اول شيء اداره السياحه، توريزم مانجمنت، اداره الفنادق هوسبيتاليتي مانجمنت، أو إرشاد سياحي ثالث اختصاص اللي هو Tourism Guidance. هودي اختصاص من اختصاصات من ثلاث سنوات بعد البكالوريا، يعني هو هالاختصاصات مفتوحة لكل حدا عنده بكالوريا أو ما يعادل البكالوريا ليقدم على الكونكور على امتحان الدخول، لأنه نحن كلية محصورة بامتحان دخول. أوكي. امتحان الدخول عم هلأ تقديم طلبات عليه من مستمر ل 15 تموز، يعني قريبا بسكر باب تقديم الطلبات لنبلش بامتحان شفهي بعده. بعد الامتحان الشفهي اللي بنشوف فيه شخصية الطالب وإذا كان بناسب الاختصاص اللانجوجز تبعه اللغات وقدرته على التكلم فيها، بينتقل لامتحان خطي. وبعد هو بيصير امتين الامتحان كمان بتموز هلأ، وبيخلص الامتحان بتطلع النتائج بآخر تموز، بيلتحقوا بالكلية الناجحين بأول أكتوبر بأول تشرين الأول مثل كلية الجامعة اللبنانية الثانية. اوكي، خلينا يعني نوضح هذه النقطة بالتحديد، انه مش كل الكليات بالجامعة اللبنانية بنفس الوقت بيكون في عندهم تقديم الطلبات والامتحانات وهيك، صح؟ لا اكيد مش بنفس الوقت، كل كلية بتحدد مواعيد تقديم طلباتها وامتحاناتها، وفي كليات اكيد ما فيها امتحان من اول سنة امتحان دخول. ولهالشيء عملت الجامعة اللبنانية كمان مثل فيديو صغير ونشروه سوشيال ميديا وصار معهم خبر الطلاب كل مباريات الدخول تبع كليات الجامعة اللبنانية بأي مواعيد حتى يعرفوا ما يروح الوقت يركض عليهم. خلينا نرجع نركز على القطاع السياحي، قديش عدد الطلاب تقريبا يلي عم بيكونوا موجودين سنويا؟ نحن بصراحة بناخد قديش حاجة السوق، يعني ما بدنا نخرج عاطلين عن العمل، هيدا أهم شيء، فبنعمل دراسة مستمرة، بدنا نكون بدراسة مستمرة سنويا لنشوف قديش حاجة السوق تقريبا، خاصة أنه نحن بتعاطي مباشر مع كل قطاعات العمل ومع هالمؤسسات الفندقية والسياحية بالبلد لحتى وحتى بالدول العربية وبالمؤسسات الأوروبية متعاون معها كمان. عزيز. لحتى نشوف قديش الحاجة لنخرج ناس ناطرهم سوق العمل ليلاقوا دغري شغل، هيدا الهدف الأساسي، وهي بالفعل الشيء اللي ميز كليتنا أنه عاطلين عن العمل عنا بالكلية ما في. أكيد اللي بده يشتغل، اللي ما بده يشتغل، اللي بده يتخرج ويقعد بالبيت هيدا بيرجع هيدا هو شغله له يصطفل، هيدا موضوع آخر. نعم. بس أكيد يلي حابي وعم يدرس معناتها هيدي شغلة بيحبها وبده أنه يقدر يتابع بمجال سوق العمل. هل بفهم منك أنه أنتوا على تواصل، يعني قادرين أنكم تكونوا هالصلة
بين الطلاب اللي عم بيتخرجوا وتأمين سوق العمل لهم، يعني بتسهلوا لهم هالمواضيع، بتقولوا لهم هون في هون في هون في، هلا نقبلوا شو صار فيه بعدين يمكن بالهيدا غير شيء، بس عم بتحطوهم بهالسلة. نحن ككلية عندنا أصلا طلابنا بيعملوا انترنشيب، بيعملوا تريننج. هالستاج هيدا اللي هو 3 أشهر بكل سنة على 3 سنوات بيأمن لهم تواصل مباشر مع هالسوق العمل. وبعد هيدا 3 أشهر سنويا، يعني بيخلصوا بتقريبا 9 أشهر تريننج بعد الليسانس، والماسترز كمان 3 أشهر اللي بكفوا ماسترز. هلا بنحكي عنه هودي بيفتحوا لهم مجال انه يكونوا مقبولين اكثر بسوق العمل، وكرمال هيك رغبه سوق العمل بطلابنا كثير كبيره. يعني اول طلاب بيتوظفوا بالقطاع السياحي والفندقي بلبنان هن طلاب الجامعه اللبنانيه كليه السياحه واداره الفنادق. اوكي، طيب الماستر حابب تحكي عنه بشكل خاص؟ الماستر عندنا تفضل. الماستر عندنا هو بعد الطالب اللي بيخلص ليسانس 3 سنوات بده يكون عنده معدل عام 12 على 20 عندنا بالكلية وبالجامعة اللبنانية، كمان كليات أخرى مثل كلية إدارة الأعمال ممكن يتقدم على الماستر عندنا. بس هيدا كمان في مقابلة شفهية لطلابنا وفحص خطي وشفهي لطلاب جايين من غير جامعات ومعدل أعلى. يعني نحن الطلاب اللي بيجوا من جامعات خاصة أكيد بدنا منهم معدل أعلى ليعادل معدل الجامعة اللبنانية اللي هو أقسى، وكلنا بنعرف أنه الجامعة اللبنانية علاماتها ومعدلاتها أقسى من علامات جامعات خاصة. اوكي، الكونكور دونتري يعني شو بيتضمن، اي ماتيرات، او بيكون في قديش يمكن نسبه من المعلومات العامه، او شو بيكون في بهال الليسانس؟ ليقدموا على الليسانس يعني تلاميذ اللي معهم بكالوريا بده يقدموا على امتحان اول شيء لنا شفهي لنشوف السكند فورين لانجويج او اللغه الاجنبيه تبعهم وشخصيتهم. بعدها بيعملوا امتحان خطي اذا نجحوا بالامتحان الشفهي يلي هو امتحان باللغة العربية، امتحان باللغة الأجنبية الأولى تبع الطالب اللي هو فرنش أو إنجلش، وامتحان بقدرات تحليل تبع الطالب الاناليسيس كاباسيتي لحتى نشوف قديش بيقدر يحلل، قديش ممكن يحلل معلومات، يقدر يشتغل بهالمجال بشكل مفيد وفعال. أوكي، أنا بدي أستغل يعني وجودك معنا لأنه أنتو بالموقع الأفضل لتعرفوا كيف عم بيكون القطاع السياحي بشكل عام بلبنان، الطلعات النازلات، أي قطاعات عم بتكون أكثر، هل هي فنادق اللي عم تطلب، هل هي لا يمكن يعني الجيد على الأرض، وين اليوم عم بيكونوا الجيد على الأرض، يعني في قطاعات عم تشتغل أكثر يمكن من غيرها، هل في اشخاص عم بتكون موظفه بهالقطاع من جايه من باك جراوند بالضروره يكون مارقين فيها على كليه السياحه؟ هو اول شيء بدنا نحكي عن القطاع السياحي، اذا كل القطاعات عم تشتغل هو النمو السياحي وقت يكون موجود بتكون كل القطاعات بحاجه ليد عامله ولسكيلز لمهارات. ونحن بالجامعه عندنا المهارات الاداريه اكثر، يعني في اكيد معاهد تقنيه بتعلم السياحه واداره الفنادق على المستوى التقني وهودي لهم حاجه طبعاً. بس عندنا اكيد كجامعه لبنانيه نحن المستوى الاكاديمي تبع المستوى الجامعي فبيعطي تاهيل للطالب ليستلم مناصب اداريه بعدين. في حاجه له اكيد بكل المجالات وقت يكون النمو السياحي موجود. وهلا حاليا عندنا السياحه بلبنان هالسنه واعده، يعني مع كل شيء بعد بتشوفي السواح مليين الفنادق، الحجوزات بعدها موجوده بشكل كثير مهم. وهالسنه متوقع انه يكون نمو سياحي اكثر من السنوات الماضيه كلها ان شاء الله، فان شاء الله يكون مكفى الوضع هيك. وعندي كمان السوق، اكيد السوق العربي كله كمان وكل وحتى أوروبية بتشوفي بلبنان هلأ كتير، بتشوفي أسيوية وروس، فهيدا شيء كتير واعد صرنا زمان ما شفناه. ايه مزبوط، يعني عم نشوف هالأشخاص هيدول اللي عم بيجونا شوي من بعيد، وهذا اللي كنا عم نطالب فيه من سنين طويلة انه لبنان شو بيختلف عن اي بلد. صحيح. أوروبي يمكن أصغر من عنا وعم بيقدروا أنه يستقطبوا هالعدد هيدا الكبير من السواح.
الشق الثاني من سؤالي ما جاوبتني عليه. هل في ناس منا مرقع يعني على كليات او هن هيدا عم بيقدروا يكونوا موجودين، وهل هالشيء هذا بيضاعف القطاعات؟ انا بالتحديد يعني سؤالي عن الجيد يلي بيكونوا موجودين ومفروض يكونوا عندهم معلومات بالفعل انه تكون غنيه تقدر تفيد وتشرح لها السواح. بالقطاعات كلها في ناس دخيلين على القطاع بيكونوا فايتين على القطاع، بس هودي الناس فيهم يوصلوا لمطرح معين، ما فيهم يوصلوا ما يقدروا يزيدوا اكثر، لا يعطوا اكثر لانه ما عندهم القاعده الاكاديميه والقاعده العلميه اللي حتقدروا يكفوا. هلا بحاله الجيد بحاله الادلاء السياحيين مجبورين يكون عندهم شهاده دليل سياحي، فاذا هون بده يكون عندهم فورماسيون، يكون عندهم اختصاص كدليل سياحي ليقدروا يمارسوا مهنتهم، لانه هيدا فيه كمان تقنيه لكيف يوصل المعلومه للسائح، شو بده يوصل له، لان دوره كثير اساسي صح. يعني شو يوصل وقديش صحيحه المعلومات وقديش كافيه، كل هو اشياء كثير مهمه. اكيد يعطيكم الف عافيه. فاذا اخر شيء ترجع نذكر من هلا ل 15 ابتدى من فتره باقي ل 15 ابتدى بعد ما انا ل 15 لليسانس تقديم الطلبات بكليه السياحه بجناح، وفي شعبي بسور، شعبي بجبال لسنه اولى، بينتقلوا بعدين سنه ثانيه لعنا على بيروت، بيرجع للماسترز بيبقى لاخر ايلول تقديم الطلبات. اهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو عالم الصباح. مشاهدينا بنروح قبل ما نتابع فقراتنا بالاستوديو بجوله على صالات السينما. Get your passport. Peter Parker here to pick up a passport, please. Yeah. Many things, please. Mm-hmm. Take down the Manfredi mob. Yeah, I did. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I'm too busy doing your job. Oh. I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الساينس فيكشن Spider-Man Far From Home بالنسخات 2D, 3D Atmos وMX4D. الفيلم بيتبع أحداث فيلم Avengers Endgame الأخير بالوقت اللي سبايدرمان مضطر يواجه تحديات جديدة بالعالم اللي تغير كلياً من حوله، مع توم هولاند، ساميول أل جاكسون، جيك جيلنهال، ماريسا تومي، جون فافرو وزندايا. Never doing that again. Dieu du ciel, une apparition. Tu calmes, Charles. Never knew how much I loved. C'est ce que c'est que le coup de foudre. Never knew how much I cared. Vous êtes rentré par où? Je sais pas. When you put your arms around. Ou le film français Blanche comme neige. Anne Claire, وهي شابة بتشتغل بفندق والدها الراحل اللي عم بتديره حاليا زوجة والدها، وبتدب الغيرة بقلب زوجة الأب من كلير وبتحاول تتخلص منها، فبتلجأ كلير إلى مزرعة وبتتعرف على 7 أمرا مع لو دولاج، إيزابيل أوبير وشارل بيرلينغ. Moi je n'avais qu'un amour et tu me l'as pris. Il faut qu'elle disparaisse. First time I saw Mark Putnam, I thought he looked like a picture in a magazine. But things go wrong, as things will. Open up, FBI! Those are prescription. You got a prescription for 1,000 Percocet? With thriller Above Suspicion, المرتكز على قصة حقيقية بتتناول موضوع أول اتهام بقتل عميل FBI، مع إميليا كلارك، ثورا بيرتش، جاك هيوستن وجوني نوكسفيل. Yeah. Traitor! What the hell's the matter with you? Fuck it out! من بعد هالجولة السريعة على صالات السينما تحت نشوف شو في أفلام بخلال هالأسبوع، رح ننتقل هلأ نحن وياكم لعند الشيف حسين مزيد من التفاصيل والتحضيرات مع ورشة ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. لكن بأول فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا الكيك طبعا بالتفاح اللي صار بالفرن على حرارة 180. أما هلأ في عندي لحمة عم بسلق لحمة الغنم على النار طبعا مع المواد المعطرة،
وفي عندي كمان طنجرة تانية في بقلبها زيت زيتون. رح اجي انا ضيف بصلة جوانح لزيت الزيتون. عن اي وصفة عم نحكي؟ عم نحكي عن الفريكة باللحم والبازيلا. هيدا الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. لكن عم نحضره، عندي بصل جوانح رح ضيفهم فوق زيت الزيتون، رح نقليهم لحتى يدبلوا، رح ارجع ضيف البازيلا، رح ضيف كمان الفريكة. هلا البازيلا اذا عندي خضرة بضيفها فوق البصل، اما اذا عندي البازيلا علب فبتركها وبحطها على وجه الفريكة. انا اليوم مستعمل بازيلا معلبة جاهزة، فرح احطها دغري على وجه الفريكة. هلا نحن عم نحضر الفريكة بغير طريقة ما انتم بتعرفوها، منحط لها اللحمة الخشنة، منحط لها القرفة، ايضا رشة كمون صغيرة مع سبع البهارات وايضا البهار الحلو. هيدي المكونات اللي كان عم نشوفها قدامنا على الشاشة. هيديك الفريكة اللي نحن حضرناها وصرنا محضرينها كذا مرة ضمن فقرات رشة ملح. هي عبارة بصل جوانح او بصل مفروم ناعم، لحمة غنم خشنة، منقليهن مع القرفة مع البهار الحلو مع رشة كمون رشة فلفل اسود، وايضا منضيف الفريكة مع مرق اللحم او الدجاج او السمك. طيب هون عندي بصلة جوانح على النار، ما رح ضيف لحمة، رح ضيف دغري الفريكة بعد ما كانت نقعة، رح ضيفها دغري فوق البصل جوانح. هيدي الفريكة منقوعة جاهزة حاضرة لحتى ضيفها فوق البصل الجوانح، ورح ضيف البهارات. عندي فقط لهي الوصفة بهار حلو مع رشة ملح رشة فلفل أسود. رح اسكب الفريكة اللحمة البازيلا مع اللوز المحمر على الوجه. خلينا انا وياكم بهالوقت نشوف شو صار في عنا بقالب الكيك بالفرن. الكيك التفاح ريحة كتير طيبة، ريحة شهية، مثل ما عم بتشوفوه بلش يرفخ عندي الكيك وبلش ينشف، بلش يستوي. رح ارجع اتركه، سكر الفرن وخليه لحرارة 180، ومثل ما شايفين مشاهدينا انا الصينية حاططها بالنص لحتى قالب الكيك يستوي من كل الميلات، ومولع الغاز من تحت على نار هادية، وهيدي النار بتوزع الحرارة على كامل الفرن، وهيك بيكون بيطلع عندي قالب الكيك مستوي وطيب وشهي. رح اجي ضيف الفريكة بهيدا الشكل. كمان رح اجي اخد من البهارات، عندي بهار حلو هو اللي يعطينا نكهة مميزة، بالإضافة كمان للملح بهيدا الشكل. رح ضيف من مية اللحمة، هيدي الماي الموجودة عندي مع المواد المعطرة بعد ما كنت شايل الزفرة، رح ضيفها فوق الفريكة لتعطينا نكهة مميزة. لكن مشاهدينا أنا رح كفي حضر كل التحضيرات الأولية، لأن بعد في عندي وظيفتين، في عندي البرك الجبني والسبانخ، وعندي السجق رح حضرهم أنا وياكم بآخر فقرتين، وأيضا رح جاوبكم على الأسئلة بآخر فقرة من فقرات رشة ملح. أما هلأ بالعودة لإليك غادة. البرك أهم شيء طبعا. ميرسي لك شيف. كمان مرة الوقت هو هلأ لوقفة مع الإعلان، خليكم معنا نرجع منتابع. رح تنضم لنا زينة ونشوف شو في نشاطات كانت ثقافية وفنية بخلال الأسبوع الماضي مع أجندة.